عليكم. أول شيء مبروك عليكم. ونفسي أنا اسمي محمد الرئيسي الليجل. أنا والطاقم ديالي إحنا حاصلين هنايا على الباب ديال ميناء أسفي منذ الساعة البارحة 10 ليلا لحد الساعة باقي ما كاينش شي جواب. أنا ما تحرنا ما والو عواشير هادي وروحنا ولادي آسفي وبحري وعندي البحرية ماشي معايا هنا في الباركو كاين في ديورهم شي حاصل مساكن في جديدة وشي حاصل في ما يمكن لي في آسفي هنايا وكاين شي حد يقول لي حاصل في جديدة. دابا كنطالب من السلطات يديروا شي حل الله يرحم الوالدين. حنا حاصلين هنايا الله يعطيك الله رحيم حنا بغينا خلونا ندخلو دون حاجة صحي ما فهمت والو. انا واش مؤامرة هادي ولا شنو هو؟ انا ولد اسفي والبحرية دي ولد اسفي ونود يديروا معايا يتعاملوا معنا بحال هكا. انا تبع التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو. النهار اللي قال لي المندوب ديال جديدة قال لي ودي قال لي السير راه سيدنا الله ينصرو ما الصيد البحري والفلاحة ما محبوساش ما يعني انا اوامر ديال سيدنا الله ينصرو لينا. مشيت بحرت في جديدة في الجرف قالوا لي انا هو اللي حبست لكم التعويضات. انا ما درت انا تبعت اوامر ديال سيدنا. على كان صندوق كبير 9000 ريال في السوق فليك يبيعوه ب 9000 ريال. حنا خرجنا للبحر كنبيعوه بعنا الخطره الاولى ب 6000 ولا كنبيعوه 4000 ولتحت يعني مساهمين في الاقتصاد ديال البلاد. ومغامرت براسي وبحريتي خارجين بحدنا للبحر وفي الاخر الجزاء ديالي هو هذا. لا ديال جديده ولا ديال اسفي ما كانوش بغاو يخرجوا للبحر. نادو ضدي انا دابا نادو ضدي انا قالك علاش تخرج للبحر تيمود راه الاوامر ديال سيدنا قالك ودي الصيد البحري والفلاحه ما تحبش مخصص خدام إن خالفوا حنا اوامر ديال سيدنا. ملي نادو هما خدموا دارنا نادو ضدي انا ما فهمت والو. انا قالك لما تخش عند الاسفي واش انا ولد اسفي ما تخش الاسفي ما فهمت والو. مشيت من خرج من البارح من جوج النهار من الجرف ما كاين ما يدار لا غالب خرنا مشينا للصويرة قال لي السيد انا عارفهم ما غيخلوش يدخل الاسفي ما فهمتش. مشينا للصويرة حبسونا ما خلوش يدخلوا دخلنا غادي يخرجوا علينا. جينا الاسفي جينا لبلادنا زعما راه بلادنا هاد لا قالوا لبحريتي وفتالي ما خلوش ندخل بقى لحد الان من 10 تاع الليل اليومين هذا ورمضان هذا كما كانش على رمضان. انا مستعد اي حاجه يدير لي حرص صحي هادشي اللي كاين حرص صحي انا مستعد. الا كان فيه شي مرض يدي حليلات الا كان فيه شي مرض كاين شي حاجه. اربعه الناس جاوا من جديده بيعوا شرايه جاوا من جديده ما حبسوهمش خلاهم دخلوا المرسى داروا عاد جاريهم داروا مده تحليلات وخلاهم خدامين ودينا حنا بحالهم هذوك ولاد جديده ما حنا ولاد اسفي والطاقم ديال اسفي ما فهمتش انا شي حاجه الله قسم ما فهمت. اسمحوا لي واقعنا اسمحوا لي. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.